مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. النهارده 14 يناير 2024. الدقايق الاخيره دي قبل ما نبتدي الحلقه كانت صعبه، مش بس علينا هنا في الاستوديو واحنا بنتابع اول ماتش للمنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه، كانت اكيد الاحداث مش سهله علينا ابدا. ايه اللي حصل؟ ايه سر الاداء اللي حصل ده؟ الحمد لله على الاقل قدرنا نتنفس في اخر دقيقتين. مش هقول يعني الوضع بالنسبة لنا كان صعب قد إيه لما محمد صلاح جاب جون التعادل من ضربة جزاء. أحداث صعبة جدا، أكيد كلكم عندكم أسئلة. إحنا محتاجين يعني ناخد الصورة من الأرض. معانا في أول خبر في حديث القاهرة دلوقتي الأستاذ هاني عبد الصبور، رئيس القسم الرياضي في موقع القاهرة 24 عبر زوم. يا أستاذ هاني مساء الخير. مساء الخير على حضرتك يا استاذه كريمه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. بص احنا اعصابنا باظت خالص، بس انت قول لنا يعني تقييمك لكل اللي حصل ده ايه؟ والله المباراه بدات بشكل جميل جدا. مصطفى محمد في اول دقيقتين بيستغل كره في منطقه الجزاء بيسجل هدف، بعد كده شفنا اكتر من فرصه لمنتخبنا الوطني، اخطرهم كانت كره تريزيجيه اللي جت في القائم، لكن واحده واحده ابتدى قافه اللاعب المصري او قافه الكره المصريه، الشعور بالطمانينه، الشعور بالارتياح. وجدنا لاعبو منتخب موزمبيق بداوا يتنقلوا الكره في منطقه وسط الملعب، بدا يكون ليهم شكل هجومي، بقى بدا يكون ليهم محاولات للاختراق، كان ليهم اكثر من فرصه يعني محققه او فرصه شكلت خطوره على مرمانا في الشوط الاول. التسرع ويقظه الشناوي انقذوا الموقف اكتر من مره. فوجئنا بقى الشوط الثاني بتحول كبير جدا جدا في الاداء ما بين اداء منتخبنا وما بين اداء منتخب موزمبيق، بطريقه تشعري مع ان حدث امر جلل ما بين شوطي اللقاء. فوجئنا بهدفين متتاليين تقريبا في مده زمنيه 120 ثانيه. منتخب مصر دفاعاته سيئه، لكنها يعني زي ما بقول لحضرتك تعادل صادم بالنسبه لمنتخبنا الوطني. لازم نرجع تاني نبقى على ارض الواقع، التعامل اللي كان موجود الاعلامي او التعامل مع اللاعبين منتخبنا الوطني قبل انطلاق البطوله ان احنا رايحين نجيب البطوله الثامنه. فوجئنا بالاداء الهزيل امام منتخب موزمبيق، منتخب غير مصنف بالنسبه للكره المصريه، لكن يعني تعادل صادم. نتمنى المباراتين الجايين ويخجل على اللي احنا كنا يعني سقف توقعاتنا الحقيقه كان في الارض قبل اخر دقيقتين. يعني احنا اذا كنا بنعمل كده مع موزمبيق هنعمل ايه في الماتشات اللي في غانا؟ مع يعني مع موزمبيق هنعمل ايه في الماتشات الجايه؟ ده احنا عندنا المره الجايه غانا. بس ايه نقط الضعف اللي وصلتنا لده؟ احنا عارفين لما بندخل مطمنين قوي الحقيقه النتيجه ما بتبقاش في صالحنا طبعا، بس ايه تاني؟ غياب التغطيه الدفاعيه، الادوار الدفاعيه للاعبي الاطراف دايما سواء تريزيجيه سواء محمد صلاح، شفنا اكتر من انفراد على مرمى منتخبنا الوطني، ما كانش فيه التزام بالتعليمات التكتيكيه، حتى واضح من تغييرات مستر روي فيتوريا ان هو كمان اتصدم من نتيجه الاداء او اداء بعض اللاعبين داخل ارضيه الملعب، حتى تغييراته كانت فيها الغاز كتيره جدا، انت بتنزل مرموش بتنزل كوكا وبتطلع زيزو الوقت اللي انت اصلا بتلعب باتنين راس حربه كوكا ومصطفى محمد علشان تزود، يعني محتاج غزاره في الكرات العرضيه. شفنا النهارده مصطفى محمد ما اعتقدش يعني ان ده محمد صلاح اللي احنا بنتفرج عليه سواء مع منتخبنا الوطني. شفنا مستوى لعيبه كتير النهارده، النني مش في افضل حالاته، خط الثنائي خط الدفاع محمد عبد المنعم متنشن بطريقه كبيره جدا، ما اعرفش ايه الضغوط اللي ملقاه عليه صراحه. ما عندكش اي تفسيرات ليه اللعيبه بتاعتنا ما كانتش في ادائها الطبيعي اللي احنا الطبيعي بنشوفها فيه يعني لا حاجه غريبه، لان كل الكواليس اللي جايه لنا من هناك قبل انطلاق المباراه ان اللعيبه في روح معنويه عاليه، اللعيبه متعهدين على الفوز زي ما انا بقول لحضرتك بالظبط لحد امبارح. دي الاخبار اللي عندنا من هناك من عند يعني المتحدث الاعلامي اصلا لحد العصر النهارده لحد قبل التشكيل اللي هو، بس دي قفة اللاعب المصري لما بيشعر ان المباراه في متناول يدي بنشوف المستوى ده الكلام ده. عشان كده هنتفرج للماتشين الجايين هتلاقي اداء مغاير جدا جدا لمنتخبنا الوطني، ونرجع نعيش تاني زي ما بقول لحضرتك على ارض الواقع ونقلل من الطموحات. ربما يكون تعادل في صالح اللاعبين وفي صالح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يفوقنا شويه، جزء كبير
وهيقلل جزء كبير من الضغوط. احنا السنه في البطوله اللي فاتت 2021 تعرضنا للهزيمه في الافتتاح امام منتخب نيجيريا بهدف دون رد، لكننا استكملنا المشوار حتى المباراه النهائيه، ولولا ضربات الحظ الترجيحيه لكنا ابطال الكاس. طيب تقييمك ايه للاصابات اللي حصلت النهارده؟ بصراحه هو يعني كان قلبنا بيوجعنا مع كل اصابه بتحصل لحد من اللعيبه بتوعنا، واحنا مش فاهمين كمان ايه شكل بالمنظر العام كده للشكل بتاع اصابه مصطفى في الاخر كانت شكلها ايه برضه؟ هو الخبطه في الرجل كل ده هيتعمل له فحوصات طبيه هيبان يعني بعد والراس تقريبا كمان، والراس ده برضه هيبان سواء لعب حجازي يعني حجازي ربط على دماغه الشاش اللي ربطه وكم من لعب، كل الحاجات دي بتعمل لها فحوصات طبيه عقب العوده الى فندق اللاعبين، وبعد كده بيتم تقييم الحاله سواء بالامكانيه في المشاركه في المباراه المقبله او الغياب، لكن على المستوى الفني دي اجهز نسخه لمنتخبنا الوطني، كل المراكز فيها لاعب واثنين وثلاثه على نفس المستوى، ما فيش اي قلق من اي غيابات، اديك حضرتك شفت يعني المجموعه الاساسيه اللي لعبت ما فيش اسوأ من كده، البدلاء لما نزلوا عملوا شويه تنشيط لكن لسه ما كانش فيه الاداء المنتظر او الاداء اللي مجموعه اللعيبه دي المفروض تقدمه للجمهور المصري اللي مستنيهم واللي كان في حاله حزن كبيره جدا. صحيح. حتى ادرك محمد صلاح هدف التعادل. صحيح، يعني برغم من حاله الاحباط لكن احنا هنفضل ماسكين في الامل بتاعنا لعلها الضربه طبعا اللي تفوق في البدايه زي ما حضرتك قلت. انا بشكرك جدا استاذ هاني عبد الصبور رئيس القسم الرياضي في القاهره 24 يعني على مشاركتك معانا في تحليل اللي حصل. شكرا جزيلا. يعني احنا مش ناقصين احباط بصراحه، يعني اذا كنا بنتكلم على كل اللعيبه العالميين دول واحسن لعيبه في العالم تبوظوا اعصابنا ليه؟ مش وقته. طيب سمعت عن عضه البرد؟ لو ما سمعتش عنها فاسمح لي اقول لك ومن غير مبالغه انها ممكن توصل للبتر لا قدر الله وممكن تؤدي للوفاه كمان. يعني شهر يناير ليه احنا بنعرض الموضوع ده؟ لانه مهم جدا وانتوا في ناس كتير ما عندهاش معلومه فيه. احنا النهارده هناخد معلومات وافيه. شهر يناير اللي احنا موجودين فيه دلوقت هيئه الارصاد الجويه قالت خدوا بالكم من الطقس ده ابرد شهر على مدار السنه هيكون، درجة الحرارة هتوصل بالليل لأقل من 5 و4 كمان، يعني 5 6 4 هنوصل للدرجات دي. طب إيه حكاية عضة البرد دي اللي ممكن توصل للحاجات دي؟ نسأل بقى خبرائنا الدكتور وجدي أمين مدير مركز الأمراض الصدرية بوزارة الصحة واللي معانا على التليفون. يا دكتور وجدي مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة السنة الجديدة وشهر رجب وكل المواسم اللي موجودة بإذن الله. يا رب خير على الدنيا كلها. طب اسمح لي دكتور وجدي، أنا عايزة أعرف ونعرف السادة المشاهدين إيه هي عضة البرد وإيه هي أسبابها اللي بجد لو حصلت تعرف إن أنت ممكن تتعرض لعرض البرد. والله هو عضة البرد دي يعني مصطلح يمكن مش دارج قوي عندنا في مصر، لكن مع انخفاض درجات الحرارة الشديدة والتعرض للصقيع ففي ما يسمى بعضة البرد، ودي زي ما حضرتك أشرت في البداية إنها ممكن تكون من الحاجات اللي ممكن تعرض الجسم لخطورة، لأن هي طبعا لما بيتعرض بعض أجزاء الجسم لدرجات الحرارة المنخفضة جدا أو للبرودة الشديدة فده ممكن بيؤدي إلى زي ضيق في الشعيرات الدموية في الأطراف، بيخلي الدم ما بيوصلش للأطراف كويس، ما بيحصلش تبادل للغازات، ده بيخلي طبعا نوع من انواع زي ما بتقول تجمد في الاطراف شويه، بيخلي في بعض الحالات يؤدي الى تلف للجلد او للانسجه اللي تحته. الانسان لو شعر بحاجه زي كده، لو شعر بفقدان لحاسه يعني انه ما بيحسش بالاطراف بتاعته، لون المنطقه نفسه بيتغير زي لون اطراف الاصابع او سواء اليدين او القدمين او الاذنين، يعني اللي هو الاجزاء اللي بيتغير لاي لون ممكن. يعني احنا عندنا الاول الاطراف اللي هي اليدين والقدمين الانف بالظبط بتتغير احيانا للون الشاحب، ما بيبقاش بيقول لك الدم ما بيوصلش للاطراف كويس فبيخلي طبعا ليها درجات معينه تؤدي احيانا في بعض الاوقات حتى لتلف في الانسجه نفسها. احيانا درجه منها الدرجه البسيطه بتؤدي بتكون التاثير على الطبقه الخارجيه من الجلد، احيانا في درجه اكتر شويه دي ممكن تاثر في البشره وعلى الطبقه اللي هي تحت الجلد اللي احنا بنسميها طبقه الادمه، في درجه اكتر من كده ممكن بتاثر على الجلد والادمه وممكن توصل للانسجه الدهنيه اللي بتبقى تحت الجلد، في درجة طبعا لما بتوصل لدرجات زي اللي هي درجات الصقيع او زي ما حضراتكم اشدتوا
ان ممكن يكون درجه الحراره صفر او اكثر من الصفر، ده ممكن تؤدي الى حتى الانسجه اللي هي تحت الطبقه الدهنيه اللي ممكن توصل للعضلات والاوتار والعظام بتاعه الجسم، ودي في بعض الناس اللي هم ممكن يكونوا عرضه ليها اكثر، زي مثلا مرضى السكر، المدخنين، الناس اللي عندهم الدوره الدمويه ما بتشتغلش كويس. طب والاعمار، هل في فئات عمريه معرضه اكتر من غيرها؟ يعني احنا قلنا ان انت لو بردت وحسيت انك مش حاسس معناه ان انت كده ابدا حس ان في خطر، بس هل في يعني اعراض عمريه او فئات عمريه معرضه اكتر من غيرها؟ اكتر فئه عمريه ممكن تكون معرضه هم الفئات كبار السن اللي فوق الستين سنه، الناس اللي بيشتغلوا في اجواء صقيعه زي اللي بيشتغلوا في طبعا جو صقيع معرض للهواء الطلق، الناس اللي يعني سوري في الكلمه اللي بيباتوا في الشوارع، او اللي هم الاشخاص اللي بلا مأوى، الاطفال ممكن يكونوا برضو عرضه. اتصور كمان نقلق على اهالينا اللي عندهم الزهايمر، لانهم مش هيقدروا يشتكوا ولا هيفهموا ايه اللي حاصل بالظبط، فنبقى متابعين. وعشان كده بنقول اللي بيشعر بالاعراض دي تغير في لون الجلد، انه ما بيحسش بالاطراف بتاعته، بيفقد حاسه الاحساس بانه بيمسك حاجه سواء دافيه او ساقعه، احساسه باي حته من اللي ساقعه دي. طب نعمل ايه يا دكتور؟ يعني ده سؤال مهم بقى. في الحاله دي طبعا بنلجا اننا رقم واحد التزام البيت في الاجواء اللي هي فيها صقيع او بيكون فيها درجات الحراره منخفضه، ده بيكون افضل حاجه ان احنا نلتزم البيت. ما نخرجش، ندفي جسمنا كويس، التدفئه بتكون بالميه الدافيه او بنسميها الفتره وليس الميه الساخنه زي ما ممكن بعض الناس تعتقد. يعني بعض الاوقات بيتاخد بعض الادويه اللي هي ممكن تساعد على الاسراع من توصيل الدوره الدمويه للاطراف. احيانا طبعا لو وصل الموضوع للعظام او كده بيلجا الى طبيب العظام بيوصف له بعض الادويه اللي هي بتساعد على ان يكون في مسكنات او مضادات للالتهابات. يعني لو ما حصلش استجابه ان انت دفيت جسمك كويس واستخدمت ميه فتره او حاولت تدفي ايديك، بس مش عن طريق الحك، صح؟ يعني مش عن طريق حك المكان. الحك من ضمن الحاجات الغير محبذ انها تستخدم، لانها ممكن تؤدي الى تلف اكتر في الانسجه. احنا زي ما بنقول الوقايه هو تقليل الخروج من البيت، ما نجلس الفترة طويلة في الطقس بارد، إننا نلبس الملابس اللي بتدفي كويس جدا، نبقى حريصين على الناس اللي ممكن يكون عندها عرضة إن تصاب بعضة البرد، ارتداء القفازات أو إنه يغطي دماغه، تغطية الأذنين، يغطي الرقبة كويس، يرتدي الجوارب المبطنة اللي هي ممكن تساعد على تدفئة القدمين. الملابس حتى ممكن انه بعد ما بيوصل البيت يحاول انه يبقى الملابس بتاعته فيها نوع من انواع التدفئه. شرب الماء والسوائل بطريقه كويسه جدا دي من ضمن الحاجات اللي هي بتنشط عمل الخلايا بالظبط، وبتخلي الجسم غير عرضه للاصابه ببعض. لان في ناس بتمتنع يا دكتور عن شرب الميه في الشتاء، تقول انا مش عايز كل شويه اروح الحمام، فاحنا بنقول لهم من فضلكم اشربوا ميه. طبعا ده معتقد خاطئ، لكن شرب الماء سواء في الاجواء البارده او في الاجواء الحاره من الحاجات اللي هي بتعمل احياء للخلايا بتاعه الجسم وبتنشطها وبتخلي العمليات الحيويه كويسه جدا. وضحت يا دكتور كده. يعني يبقى في توازن برضو في تناول الوجبات. احنا بنقول ان التدخين من ضمن عوامل الخطوره للكثير من الامراض المتعلقه بالدوره الدمويه، فبرضو الاقلاع عن التدخين. وضحت كده كل النقط زي ما حضرتك قلت يا دكتور. كويسه جدا، هايل. انا بشكرك جدا دكتور وجدي امين، مدير مركز الامراض الصدريه بوزاره الصحه. شكرا جزيلا. خافوا على حبايبكم، دفوهم كويس، الموضوع مش بيبقى هزار. اهالينا في سانت كاترين في نخل، يعني الاماكن البرد دي برضو ياخدوا حتتهم. طيب الخبر القادم، هل اعتذر محمود محيي الدين عن الحكومة؟ اسم كبير جدا في عالم الاقتصاد، لما بينطرح انه ممكن يكون رئيس الوزراء في مصر الناس بتنتبه للخبر. تاريخ كبير جدا في عالم الاقتصاد جوه مصر وبره مصر. موقع مصر تايمز نشر خبر ليه علاقة بالموضوع، بيشير لأول مرة إلى استبعاد اسم الدكتور محمود محيي الدين بناء على رفضه هو الشخصي. طيب خلينا نفهم ايه تفاصيل هذا الخبر من رئيس تحرير موقع مصر تايمز الاستاذ حازم عادل اللي معانا حالا في حديث القاهره. يا استاذ حازم مساء الخير. مساء الخير يا استاذه كريمه، ومساء الخير على كل المشاهدين.
مساء الخير عليكم وعلى هذا الخبر اللي احنا قلنا يعني من اهم الاخبار اللي موجوده النهارده. ممكن نعرف تفاصيل الخبر منك؟ والحقيقه احنا النهارده في ماس تايمز انفردنا بخبر استبعاد الدكتور محمود محي الدين من المرشحين لرئاسه الحكومه الجديده. احنا على وشك ان احنا مصر تشهد حكومه جديده خلال الفتره المقبله. احنا كنا انفرضنا امبارح وقلنا ان التعديل الوزاري هيكون قبل حلف اليمين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفرضنا كمان بخبر اللي هو هيتم في شهر 4، ان حلف اليمين امبارح انفرضنا بخبر بموعد حلف اليمين. موعد حلف اليمين هيكون في الجزء الاخير من شهر مارس. ها، اخر شهر مارس مظبوط. ف وده بيوصلنا في الاخر ان التعديل الوزاري هيكون بالكتير في شهر 2. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا هيكون في تعديل وزاري. تعديل وزاري معنى كده ان الدكتور مصطفى مدبولي بنسبه كبيره هيكمل. وده بعد استبعاد اسم الدكتور محمود محي الدين كان من المرشحين لرئاسه الحكومه، والكلام ده احنا سمعناه الفتره الاخيره بشكل كبير، ولكن احنا المصادر اكدت ان تم استبعاد الدكتور محمود محي الدين من المرشحين لرئاسه الحكومه لانه هو رفض. وكان في مرشحين تاني غيره هو وان يكمل طبعا رئيس الوزراء الحالي. يعني الحقيقه كان في يعني المعلومات بتشير انه في، ولكن لم يعلن عنها يعني. وانتم ما عندكوش خبر بيها في مصر تايمز؟ يعني ان شاء الله نحاول ان احنا نكون عندنا، ولكن حتى الان مش متاحه. بس احنا كنا انفرضنا بالتعديل الوزاري الاخير واتكلمنا، وبعديها التعديل طلع زي ما انفرضنا الحمد لله. طب ايه الوزراء او الوزارات اللي مرشحه للتغيير اللي هيبقى فيها تعديل وزاري شهر 2 زي ما حضراتكم وصلت لكم المعلومات، وقبل شهر 3 قبل حلف اليمين؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، هو الحقيقه ان احنا دلوقتي ما نقدرش نقول هم كام حقيبه، لان بس على الاقل عارفين مين المعروف ان هم من اكثر الحقائب اللي ممكن يعني تتغير. ابرزهم يعني اعتقد وزير التموين، يعني الوزارات الخدميه هتلقى جزء كبير من التعديل الحكومي ده، زي وزاره التموين مثلا. بالظبط، لان في وزارات، والوزارات برضو الاقتصاديه، لان مصر دلوقتي بتشتغل على شقين مهمين، وهي زي وزير الماليه ووزير الاستثمار كده يعني. المجموعه الاقتصاديه بتضم 7 وزارات تقريبا او 6. المجموعه الاقتصاديه والوزارات الخدميه هم دول الملفين اللي يعني هنشوف في التعديل اللي جاي فيهم تغيير كبير. طب هل وصل لكم انباء عن اسماء معينه مرشحه لوزارات او على قائمه المرشحين؟ لا، ده صعب ان احنا نطرحه في الوقت الحالي، لان هو الوقت الحالي يعني في الوقت الناس بتشتغل على تعديل الحكومه، ما ينفعش نقول مين اللي جاي لان احنا لسه ما نعرفش مين اللي ماشي. اوكي، وضحت. بس يعني يكفينا هذا الخبر حاليا، واحنا بنشكركم جدا طبعا على عرضه معانا زميلنا العزيز الاستاذ حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، شكرا جزيلا. طيب هروح لوجع القلب الذي لا يندم، الغزة وما يحدث في غزة. 100 يوم ويوم من المذابح والظلم على مرأة ومسمع من العالم كله، لكن في المقابل في حركات ودول ومنظمات بتقف وبشدة. شفنا مثلا مظاهرات قد إيه موجودة امبارح في لندن، والعديد من دول العالم واقفة تدعم القضية الفلسطينية. وشفنا كمان اللي حصل من جنوب أفريقيا قدام محكمة العدل الدولية، لكن الفاتيكان بيدعم غزة بشكل مختلف. الدور اللي بيلعبه بابا الفاتيكان والفاتيكان في حرب غزة والمطالبة الدائمة بوقف الحرب وحماية المدنيين يعني شيء واضح للجميع. حديث القاهرة عندنا فيه تصريحات خاصة ل يعني سكرتير الشخصي لبابا الفاتيكان السابق هنا في حديث القاهرة. خلينا نشوفه قال إيه ونرجع نكمل.
موقف الفاتيكان معلن أكثر من مرة وبكل وضوح من قداسة البابا فرانسيس بنفسه، وهو موقف دعوة الناس ونداء عاجل للجميع بإيقاف صوت الرصاص وسماع صوت الحوار وإيقاف المعاناة والحرب الدائرة هناك. بعد الحصول على كل الأذونات اللازمة لهذا الأمر، فتحنا باب التطوع لمساعدة أهلنا في غزة وباب التبرع كمان، وبإذن الله خلال الفترة اللي جاية بالتعاون مع الهلال الأحمر هيكون في مساعدات نقدر نقدمها على قد كرم المشاركين في هذا الأمر لإخواننا في غزة، وده تأكيد على الدور الشعبي، الدور الاجتماعي، الدور التاريخي اللي مصر دايما قامت بيه لرفع المعاناة عن أهلنا في غزة. مؤسسة الإخوة الإنسانية مع كافة المؤسسات اللي قدرت تاخد هذا الأمر وهذه القضية على قلبها فتحت باب التبرع. التبرعات بدأت توصل بمجرد أنه الوصول للأرقام اللي نستطيع بيها تقديم أدوية، بطاطين، خيم، إحنا شغالين على هذا الأمر حاليا. الإخوة مش كلمة، الإخوة عمل، الإخوة فعل، الإخوة إن أنا أخويا ما ينامش جعان وأنا مش حاسس بيه. العالم بيصنف الناس بطرق مختلفة، الجنس والعرق واللون والتاريخ والديانة وكل الحاجات دي، لكن الكون ما فيهوش غير نوعين من البشر، إنسان جيد وإنسان سيء، شخص بجد كويس إنسان، وشخص بشع جبان حقير بيقتل الأطفال ليل ونهار علشان خايف إنه يواجه الجيل ده في المستقبل، وفلسطين ما بتموتش. طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم هنا حديث القاهرة، وحنبتدي معاكم قصصنا الإخبارية بعد الفاصل اللي جاي على طول. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة. ما زالت قلوبنا متعلقة بغزة، أهلينا وعائلتنا وعمق الأمن الوطني المصري ما هماش أرقام أبدا اللي بيفرقونا فيهم كل يوم، واللي بنشوف إن إحنا بنفقدهم كل يوم، واللي وصلوا أكتر من 25,000 شهيد معظمهم أطفال ونساء، وكأن إسرائيل كل هدفها إنها تقضي على الأجيال اللي جاية، عايزة تقطع امتداد الفلسطينيين، وبأمر الله عمره ما هيكون. أكتر من 50,000 جريح، ده غير اللي تحت الأنقاض، وربنا يتولانا برحمته. لكن كل ده بقى كوم، لكن البجاحة في التعامل أمام المجتمع الدولي وإنها ترمي أكاذيب كده وهي بترد على عن الاتهام الموجه ليها بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني قدام محكمة العدل الدولية في القضية اللي قدمتها قدامها جنوب أفريقيا، شيء مخجل بصراحة. وبتتكلم كمان عن مصر، يعني احنا معانا تفاصيل، خلينا ناخد تفاصيل من ضيفنا العزيز عبر التليفون عبر زوم، الأستاذ إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء الخير لك يا أستاذة كريمة وللمشاهدين. قلبنا ودعواتنا كلها مع فلسطين، وعارفين أن الحق باقي وإن شاء الله يعني مهما كان مش هيطول، يعني يوم الباطل لا يطول، دايما بيزهق الباطل، ان الباطل كان زهوق. لكن ممكن تقول لنا كان ردكوا ايه ورد فعلكوا النفسي حتى على الاقل ايه على الاتهامات اللي قالتها اسرائيل للدول العربيه واولها مصر وهي بتحاول تدافع عن نفسها قدام محكمه العدل الدوليه؟ هي عاده اسرائيليه دائمه عندما ترى نفسها محاصرة بالقضاء وبالاتهامات فتحاول تصدير اتهاماتها لدول الجوار، تحاول التصدير الأزمات للأشقاء والأصدقاء، وليس غريبا على هذه الدولة المارقة التي تمارس جرائم القتل والترويع منذ 100 يوم أن تمارس الكذب والخداع والتضليل في أسلوب تناولها وفي روايتها وفي سرديتها وفي صورتها التي تحاول أن تقدمها، صورة الضحية بعد أن سقطت في دماء الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة. هذه الرواية الإسرائيلية رواية هشة،
غير لا يشتريها أحد، وكل المتابعين من العرب ومن الأجانب الذين عرفوا إسرائيل على حقيقتها طيلة الأيام المئة الماضية من الإبادة المتدحرجة يعرفون تماما مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد. طب يعني هل تعتقد أن الاتهامات اللي واجهتها إسرائيل بدل ما تدافع عن نفسها وتعمل ضحية للدول العربية وأولها يعني زي ما أنا قلت أن مثلا مصر، هل ده كان في محاولة منها للوقيعة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري، ولا إيه اللي ممكن يكون الهدف؟ وهل بتفكروا تعملوا رد رسمي على الاتهامات اللي قالتها بحق الدول العربية ولا لا؟ بالتأكيد الجهد المصري والموقف المصري موقف نبيل منذ اللحظة الأولى، وهو حائط الصد أمام إسرائيل في تنفيذ مخططات التهجير التي تحاول تنفيذها. ونحن تحدثنا، دولة رئيس الوزراء تحدث منذ اللحظة الأولى لتلك الرواية الهشة التي حاولت إسرائيل تقديمها من أعلى منبر دولي في محاولة منها لدرء الاتهامات عنها، ولديها 5 معابر يمكن لو صدقت أن تدخل المواد الغذائية والتموينية عبر تلك المعابر بين الضفة وقطاع غزة. وقد سبق وأن طالبنا جميع الهيئات الدولية بإدخال المواد التموينية والغذائية والوقود عبر المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها عندما حوصرت بالاتهامات تحاول أن تصدر الأزمة إلى مصر الشقيقة التي أوقفت وعطلت مشاريع الترحيل والتهجير القسري التي تحاول إسرائيل تنفيذها في حق أهلنا في قطاع غزة. وإحنا شفنا قصف معبر رفح أكثر من مرة خلال الفترة الأولى، والشاحنات تقف على المعبر يعني لا تستطيع الدخول، وأعلنت إسرائيل بنفسها إن هدفها هو تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة لحد ما تقضي على حركة حماس، هي أعلنت. لكن يعني طيب أنا هاخد حضرتك للمحكمة الدولية، رغم أن هذه الخطوة القوية والشجاعة التي قامت بها جنوب أفريقيا في الدعوة اللي أقامتها بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، إلا أن في ناس ما زالت حتى الآن تقول أن القرارات نفسها قد تكون غير ملزمة اللي هتخرجها المحكمة العدل الدولية. طب إيه اللي ممكن نستفيده؟ حضرتك ردك إيه على الجزئية دي تحديدا، وشايفينها مفيدة إزاي للقضية الفلسطينية؟ بالتأكيد ليس هناك أي شك، ويكفي أن تقف إسرائيل في قفص الاتهام متلبسة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ في محكمة القرن في أعلى منبر قضائي أممي. تقف إسرائيل وهي مصدومة من دقة والبينات وحجج المرافعات الرائعة التي حضرها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا التي نتقدم منها باسم الشعب الفلسطيني رئيسا وحكومة وشعبا بأجزل الشكر وعظيم التقدير لهذا الموقف النبيل الذي انحاز إلى قيم العدل والحق والحرية. هؤلاء هم أحفاد نيلسون مانديلا الذين أكدوا كما أكد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا لن تكتمل حريتها إلا باكتمال حرية الشعب الفلسطيني، وهم ظلوا أوفياء لهذا المناضل الحر الكبير الذي ارتبطنا وارتبط مع الرئيس الخالد ياسر عرفات بعلاقات طيبة، الرئيس الخالد أبو الوطنية الفلسطينية. وأعتقد أنها ستبقى جملة باقية وخالدة وتتحقق إن شاء الله. عندي سؤال آخر، إيه هي الدول اللي أيدت جنوب أفريقيا في الدعوة اللي رفعتها في أمام المحكمة محكمة العدل الدولية؟ ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي الدول اللي قامت بالتأييد حتى الآن؟ وهل التأييد هيفيد الدعوة اللي مرفوعة حاليا؟ هي دول حلف الإبادة، وهذه الدول التي شايعت ودعمت وشاركت في غرفة القتل والتدمير، ولأنها تعرف أنها سيشار إليها بإصبع الاتهام إذا ما حوكمت إسرائيل
بجرائم الإبادة فإنها ستكون أيضا مشمولة بتلك الجريمة. لذلك هي سارعت بالدفاع عن نفسها في محاولة يائسة وبائسة لأن تقف إلى جانب الظلم وإلى جانب القاتل في محاولة لدرء تهمة القتل بعد أن شوهد هذا القاتل متلبسا بعمليات القتل والإبادة والتجويع والتهديم والتقتيل على الهواء في صحيح. صور ليست بحاجة إلى إثبات ليس النهار بحاجة إلى دليل. طب أستاذ إبراهيم مش هقدر ما أسألش عن هل عندكم خطة ما حاليا بتتم مناقشتها للتصعيد من قبل السلطة الفلسطينية بشكل أكبر وأكبر علشان العالم يتحرك، وعايزة أطمن على أهلنا في الضفة برضو، يعني يقال إن أيادي الإسرائيليين تطلهم في كل مكان. أنت تعلمين أستاذة كريمة أن هذا اليوم هو 100 صحيح. يوم من التقتيل ومن التنكيل والتهديم والترويع والتجويع والتشريد والتهجير، هي 100 يوم من فنون التعذيب والاعتقال وقطع كل أسباب الحياة عن أهلنا في قطاع غزة، هي 100 يوم من الإبادة بلا هوادة بحق أهلنا بمثابة دهر عاشه أهلنا في قطاع غزة أطفالا ونساء وشيبا وشبانا في محرقة صحيح. القرن صحيح. طب هل عندكم خطة ما للتعامل خلال الفترة اللي جاية أو في خطوات بتدرسوها عشان تعملوها كحكومة فلسطينية وسلطة فلسطينية؟ بالتأكيد الشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه الآلة من غطرسة القوة وآلة الإبادة الجماعية التي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ، يواجه هذا العدو المتغطرس بالمقاومة على الأرض، وهي حق شرعي توفره كافة القوانين والشرائع الدولية وبالمجال الدبلوماسي أيضا في المحافل الدولية من خلال استدعاء الهيئات والمنظمات الدولية للانعقاد والوقوف عند مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم المروعة والتي حملت جنوب أفريقيا الشقيقة مشكورة على رفع الآلام والأوجاع والنزيف الدم الفلسطيني إلى أعلى منبر للعدالة الدولية لكي يتم محاكمة هؤلاء القتلة المجرمين. وإن شاء الله لن نتوقف حتى ولن نتوقف حتى يتم كل هذا. سؤال أخير اسمح لي، يعني قرأنا أخبار عن اعتقال السلطات الإسرائيلية لشقيقات القيادي الفلسطيني صالح العاروري بعد مداهمة منازلهم، ممكن تدينا تفاصيل؟ هذه الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تدفعها نزعة الانتقام من عائلات الشهداء والشهيد الكبير صالح العاروري رحمه الله، هو مناضل وطني ووحدوي كبير، وبالتالي فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال وترويع وتعذيب للأخوات هذا المناضل الراحل الكبير إنما هي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الشهداء وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال للنيل من صمود الشعب الفلسطيني ويقينه بحتمية انتصاره، انتصار الدم على السيف، انتصار الوطن على الاحتلال، انتصار الحقائق الثابتة على كل عناصر الغطرسة. رغم كل هذا الذي نراه من عمليات التقتيل ونقيع الدم الممتد من رفح إلى جنين، إلا أن الشعب الفلسطيني يؤمن بأن الفجر سيعقب الليالي الحالكة إن شاء الله. وإحنا معاكم، هو تصرف حقير أكيد بلا شك، يعني باتجاه السيدات ومناضلات وسيدات المجتمع الفلسطيني اللي بيتم اعتقالهم كده جهارا. بنشكرك جدا متحدث الحكومة الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم اللي كان معنا على التليفون. طيب، أقدم أسير في السجون الإسرائيلية بيتقال عليه كمان هو عميد الأسرة ويتقال عليه جوه ما بين الأسرى الفلسطينيين أبو النور، نظرا لثقافته وقوته وجمال روحه وصموده. هو يعني رجل عظيم والكلمة دي تكفي. الأسير نائل البرغوثي. الأسير نائل البرغوثي زوجته الأستاذة إيمان نافع معانا عبر زوم،
وعندنا منها يعني أكيد معلومات مهمة جدا على الأسئلة اللي هنسألها. مساء الخير أستاذة إيمان. مساء الخير، تحياتنا لكم، تحياتنا للمية وستة مليون مصري. الطفل حتى اللي بولد أنا متأكد رح يكون بحب فلسطين زي ما إحنا بنحب مصر، بحب الأقصى وبتمنى إنه يتحرر الأقصى، لأنه إحنا بنعرف قديش أنتم المصريين بتحبونا وقديش أنتم بتعملوا من أجل فلسطين إن شاء الله. ومن هذا المنبر اللي 106 مليون مصر العظيمة اللي فيها هذا الشعب العظيم اللي بنتمنى إنه مصر وما زالت إن شاء الله مصر رسالتها راح تكون للعالم إنه هي التي ستنقذ وستقف دائما إلى جانب الفلسطينيين. يعني أختي الحبيبة قطعتك، ولكن لأنه أبدا بالعكس، ده المحبة والمحبة واصلة جدا أستاذة إيمان. فلسطين هي بقية مصر، بقية الشعب المصري وحتى من روحه وحتى من جذوره وتاريخه، وطبيعي إن إحنا الاثنين جسد واحد. لكن ولهذا كان سؤالنا وشغفنا إن إحنا نعرف أخبار، يعني عايز أقول أبو النور في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعني زوجك الغالي، هل يا ترى في بينكم أي تواصل؟ هل يا ترى حدث أي تعامل من بعد الأحداث الأخيرة في 100 يوم الصعبة على العالم كله اللي بيحب الإنسانية وبيحب الخير وبيكره الدم، ولا ما حصلش؟ اسمحي لي، أبو هو الذي ناضل من أجل فلسطين ككل. عندما أتحدث عن نائل أتحدث عن فلسطين، عن معاناة فلسطين ككل. صحيح. أتحدث عن القدس والأقصى الآن اللي في هذه الظروف بعد 100 يوم من العدوان على غزة، الأقصى يمنع الفلسطيني من دخول وصلاة الصلاة بالأقصى. الفلسطيني حتى الذي يحمل هوية 48 يمنع من الصلاة بالأقصى الآن. فقط الإنسان اللي عمره 65 و70 عام فقط يسمح له بالصلاة بالأقصى. الأقصى الآن حزين، حزين لما يحدث في غزة. غزة عملت هذا الطوفان من أجل القدس، ولكن الآن هو حزين من أجل هذه المسألة. نائل أبو النور عندما حرر في صفقة وفاء الأحرار 2011 وكانت مصر العظيمة جزء في هذه الصفقة، نائل منع من الوصول إلى القدس كحاله كحال الفلسطينيين ككل. نائل اعتقل أول مرة عام 1978 عندما كان عمره 19 عام، وبقي في الأسر 33 عام ونصف متواصلة. وعندما حدثت صفقة وفاء الأحرار عاد نائل إلى قريته ووجد أمه وأبوه قد رحلا، وجد أخوه الوحيد معتقل وأخته الصغيرة أصبحت جدة. نائل تزوجنا بعد شهر وعشنا مع بعض فقط 31 شهر، وعاد الاحتلال اعتقاله بلا سبب مع 70 أسير من أسر صفقة وفاء الأحرار. نائل الآن في السجن أصبح عنده 66 عام، كان عمره 19 وأصبح 66. والله حرام، يعني كل اللي خرجوا من السجن من 19 ل 66 سنة قارب على 70، هم الأربع سنوات عمر زواجكم تقريبا اللي امتد سنتين ونص. بس سنتين ونص، نعم فقط سنتين ونص. وأنا الآن نقضي 100 يوم ونحن نرى الأسرى الموجودين في غزة من قبل الاحتلال، نرى ما نرى ما يفعلونه. هل قادرة تتواصلي معاه؟ يعني كنت أنت الشخص الوحيد اللي سمحت إسرائيل نعم. بأنه يشوفه أو يتكلم معاه بعد ما منعت عنه نعم. أخواته إيه؟ نعم أختي الكريمة، وهو لا يوجد له أخوة غير أخ واحد. أخته الوحيدة حنان ذهبنا آخر زيارة لزيارته قبل حوالي 9 أشهر، ومنعنا الاحتلال حتى من زيارة نائل. يعني أنا النائل تقريبا من 9 أشهر لم أرى وجهه. حتى الآن في ظل هاي الظروف التي تسمعون عنها أختي الكريمة، نائل قبل بعد 7 أكتوبر قاموا بضربه مع الأسير وليد دقة، ضربوهم 3 ساعات متواصلة. يا الله، كسرت ضلوع نائل. هذه المعلومات جاءت من محامي زار نائل، من محامية لمؤسسة سمحوا لها بزيارة نائل بعد معاناة شديدة قانونية حتى استطاعوا أن يزوروا نائل. وهذا الحدث ليس فقط نائل أختي الكريمة، بعد 7 أكتوبر كل المحرمات القانونية والدولية والإنسانية بوجود هذا بن غفير قام بها ولا تتخيلي.
يعني لو أريد أن ده يأس وهزيمة مطلقة هم شعرين بيها، وعلشان كده بيتعاملوا بمنتهى الوحشية بالإضافة لوحشيتهم. قلبنا معاكي وإنتي بتسمعي هذه الأخبار. أنا لا أتصور شخص اقترب من 70 بيتعرض لكل هذه الوحشية. ربنا معاكو ويقويكو. لكن أستاذة إيمان، أنا يمكن أقلب عليك المواجع بالسؤال ده، بس إحنا فاجئنا الخبر بتاع اعتقال شقيقات الشهيد العروري، وإحنا عارفين كان عندك تجربة صعبة في المعتقل لمدة 10 سنوات يمكن أو أكتر. لو ممكن تقولي لنا إيه الواقع اللي ممكن يكون بينتظرهم، وخصوصا في الحالة اللي إحنا بنتكلم فيها دي؟ أو يعني للأسف إنه الأخوات، يعني إحنا بنقول أنا في فترة اعتقالي كنت سأقوم بعمل مقاومة، وقاموا باعتقالي وحكمت 15 عام وأمضيت 10 أعوام بفضل جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت 1997. اعتقال هؤلاء الأسرى معناه سنعلم يعني ماذا حدث مع الباقي. اليوم أطلق سراح أسيرة اسمها ياسمين قدورة، اعتقلت فقط لأنها كتبت بوست. الآن الأسيرات في داخل أسرى الاعتقال الدر للأسف، التعرية، التفتيش العاري، سيدات كبار في السن يقوموا بتفتيشهن تفتيش عاري مع الضرب، مع الضرب الشديد، كل واحدة على حدة بكل الأساليب ممكن أن تتخيلوها بهذه الهمجية الوحشية. أخذ هؤلاء النساء إلى زنازين موجودات فيه الأسيرات مدنيات، يضعوهم أيضاً مع أسيرات يعتدين على هؤلاء الأسيرات، بالإضافة بعد ذلك إلى سجن الدامور، حيث يكون الأسيرات الأخريات الموجودات بالظروف الآن صعبة جداً. اليوم خرجت أسيرة اسمها ياسمين قدورة وحدثتنا بتفاصيل كما حدثونا الأسيرات اللواتي فردنا قبل أقل من شهر في التبادل الذي حدث مع حركة المقاومة. أحوال السجن أختي الكريمة برد شديد، عندما أتحدث إحرام واحد في هذا الشتاء البارد، يعني غطاء واحد لبسة واحدة، يعني فقط الغيار اللي حضرتك بتلبسيه بدك تضلي لبستيه 3 أشهر، وإذا كان دافئ الحمد لله، إذا ما كانش دافئ تخيلي هذا الوضع. بالإضافة إلى العلاج، لا يوجد علاج. ياسمين قالت عندما شاهدني المحامي وشاهدني القاضي فقط سمحوا بإعطاء الدواء، وكنت أنا لدي أمراض صعبة، ممنوعة آكل، ممنوعة كذا، أطلق سراحها اليوم. كانت تحلم بأولادها. ربنا أكبر من كل هذا الظلم ومن كل هذا القبح اللي إحنا شايفينه. يعني عارفة قلوبنا بتتقطع وإحنا بنسمع كل معلومة. أستاذة إيمان، مصر كلها حب لأهل فلسطين، وكل ما يحدث هناك يمس عمق القلب المصري. أنا بشكرك لأن أنت جيتي على جروحك وألامك وخرجتي معانا النهاردة وشاركتينا بالمعلومات دي. ربنا معاكي وربنا يشيل الغم على خير. إيمان نافع، زوجة نائل البرغوثي أبو النور في سجون الاحتلال الفلسطينية، كانت معانا. رسالتها وصلت ومن غير ما تقول الرسالة، أكيد ده بيتحقق على أرض الواقع، دي مصر. طيب، من هذا الخبر نعتذر عن التفاصيل المؤلمة لبلد أخرى، عمق الأمن المصري والتفاصيل فيها برضو مؤلمة، مش عارفة سامحوني بقى. يعني من شهر 4 اللي فات والاقتتال في السودان من صعب إلى أصعب، ربنا يكون في عون أهالينا هناك. لكن كان عندنا 10,000 طالب مصري بيدرس في السودان. إيه الأخبار للي رجعوا منهم؟ عملوا إيه؟ قدروا يوصلوا حياتهم إزاي؟ معانا حد من هؤلاء الطلبة والطالبات موجود معانا حالا دلوقتي، وهي هاجر، موجودة معانا عبر زوم، وهي واحدة من العائدين من هذا المكان اللي قاسى كتير جدا. هاجر مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. هاجر رجعتي إمتى؟ احنا رجعنا شهر 12، أول شهر 12، آخر شهر 12. ودي كانت الرجعة بالنسبة لك الأخيرة، ولا رحتي وجيتي بعد كده، ولا حصل أي حاجة؟ دي كانت آخر مرة. أيوة دي آخر مرة نزلنا فيها. احنا سافرنا بعد الحرب اللي حصلت، لأن احنا كانت أنا طالبة في كلية في مدني، ومدني كانت أمنة ومستقرة ساعتها، والدراسة كانت مستمرة في كليتي عادي، واحنا كان ناقصلنا شهور إن احنا نتخرج خلاص، يعني كنا إن شاء الله كلها كام شهر وهنتخرج. فاحنا رجعنا علشان نكمل دراستنا هناك،
ونتخرج مع الطلبة ودفعتنا اللي موجودة هناك. بس حصل مرة واحدة ان احنا صحينا على ضرب نار واصوات مهولة في الشوارع في مدني، احنا كنا خايفين نتحرك، خايفين نخرج من البيوت، خايفين ناخد خطوة لقدام. اتواصلنا مع الدكتورة سهى وزيرة الهجرة، بلغناها ان عدد الطلبة اللي موجودين في مدني حاليا ازيد من 100 طالب، احنا عايزين نتحرك، خايفين نخرج نعمل ايه. كان في الاول حصر للاعداد وحصر للاسامي، بس احنا اتحركنا كمجموعات لان الوقت ما كانش في صالحنا خالص، لان الدعم كان متحرك بطريقه فظيعه في شوارع مدني. اتحركنا كمجموعات في وسط تعب اعصاب وبهدله، وكانت الاهالي في وضع مفزع جدا من الاخبار اللي كانت بتطلع واللي بيظهر. حضرتك احنا سافرنا رجعنا مصر في خلال 8 ايام من السفر والبهدله، كانت الصورة مفزعة جدا لينا والأهالينا. بعد كده احنا كلكم رجعتوا سالمين يا هاجر؟ الحمد لله كل المجموعة اللي اتحركت رجعتوا سالمين. وكان ايه السفر بري عن طريق ايه، عربيات اتوبيسات، كنتوا راجعين ازاي؟ احنا حضرتك كنا كل شويه بننتقل من منطقه لمنطقه، احنا خرجنا من مدني رحنا القضارف ومن القضارف رحنا سنار ورحنا كل منطقه بنقعد فيها شويه لحد ما نلاقي مواصله، لان ما فيش مواصلات عامه دايركت للطريق يعني، فكنا بنتنقل دي كلها على مصاريفنا الشخصيه. كان في استهلاك فظيع للاسعار وللاماكن يعني. رحله رحله من المعاناه استغرقت 8 ايام، والحمد لله على سلامتكم انت وكل الناس اللي معاكي. انا يهمني دلوقتي مستقبلك كمان يا هاجر، عملتوا ايه في موضوع القيد في مصر او التعامل هنا؟ حضرتك احنا بعد ما وصلنا مصر توجهنا للجامعات الخاصة، لان في قلة من الجامعات اللي فيها المستوى الخامس او الفرقة الخامسة اللي هو انا فيها حاليا. توجهنا لجامعة ماست وجامعة اكتوبر، قابلنا الشؤون في جامعة ماست. جامعة ماست كانت مرحبة جدا بينا، وان هم عندهمش اي مشاكل استقبلوا الطلبة في السودان اللي موجودين دلوقتي. بس كانت الشرط الاساسي ليهم ان هو خطاب يتوجه من الوزارة للجامعات الخاصة باستقبال الطلبة وفتح مقاعد ليهم. تمام، انتوا اتواصلتوا مع الوزارة؟ ايوه توجهنا للوزاره، كان عدد كبير واقف قدام الوزاره في مختلف التخصصات، مش بشري بس ولا الفرقه الخامسه بس، بس هم اختاروا 2 بس يطلعوا يتكلموا نيابه عن الجروب كله. فانا طلعت انا وواحده زميلتي، اتكلمنا مع وكيل الوزاره، بلغناه بالصوره العامه بتاعتنا واللي حصل وان احنا عايزين جامعات بس عشان نكمل دراستنا. وكيل الوزاره طلب مننا التماس ونقدم صوره من البطاقه الشخصيه، وبلغنا ان في اجتماع ان شاء الله هيبقى بخصوصنا، وان هو احنا عشان نلحق الترم الثاني نكمل دراستنا ومش هيسيبوا مستقبلنا يعني. وبجد ده كان امتى الاجتماع يا هاجر؟ فاحنا كان امتى الاجتماع مع وكيل الوزاره؟ احنا حضرتك بعد ما وصلنا على طول، يمكن اول شهر 1 او اخر شهر 12 يعني. بعد ما وصل هايل هاجر، ان شاء الله يتم البت فيه بشكل سريع لان ده مستقبلكم، واحنا هنا معاكم هنتابع ده وهنتابعه معاكم وهنتابعه مع الوزاره. الحمد لله على سلامتكم ومستقبلكم ما يرضيش حد ابدا ان هو يضيع. وشكرا لانك اتكلمتي باسم زمايلك كمان، هاجر حسن طالبه مصريه. بس حضرتك من اللي رجعوا حضرتك هو لحد دلوقتي ما فيش اي اجراءات اتخذت بحقنا. احنا لحد دلوقتي توجهنا للدكتور محمد غانم مساعد الوزير وكيل الوزاره، اتكلمنا معاه وقال لنا ان في اجتماعات، بس لحد دلوقتي ما فيش اي اصدار للاجتماع. اخر امتحان تحديد مستوى كان في شهر 10، ولحد دلوقتي ما اتعقدش امتحان تحديد مستوى رابع. في طلبه كتيره جدا غيرنا، احنا الطلبه اللي لسه راجعين مستنيين من ساعتها. في طلبه من روسيا فصلوا مقاعدهم في الجامعات. بس انت هاجر بتتكلمي على ان الاجتماع كان في شهر يناير اللي احنا فيه ده، شهر 1 ده. لا هو مقابلتنا احنا مع الوكيل الوزاره كانت في اخر شهر 12. اوكي هايل، يعني احنا هنتابع واحنا اللي يعني من ايام يعني احنا بنتكلم، احنا النهارده 14 يناير، وكويس ان انت موجوده معانا. عرضنا كمان الموضوع اهو، والى السيد يعني وزير التعليم العالي والسيد وكيل الوزاره اللي اجتمع مع شبابنا وبناتنا دول، اكيد محتاجين حل يعني، الموضوع خارج عن ايديهم وكفايه اللي هم تعرضوا له. احنا بنشكرك جدا يا هاجر، وهنتابع احنا الموضوع كمان معاكم ومع الوزاره، وصوتكم وصل يعني. مستقبل ولادنا ما يرضيش حد ان هو يضيع يعني، يعني نظره رحمه. طيب القصه القادمه ببساطه كده، من يوم 25 في شهر يناير كل سنه عرس معرض القاهرة الدولي للكتاب، عرس الكتاب
اللي بيكون موجود وبيجيله الناس من كل أنحاء مصر، بجد فرحة كبيرة قوي، هيستمر لحد يوم 6. لكن كان هذا المؤتمر الكبير اللي تم الإعلان فيه عن تفاصيل المعرض السنة دي، وإن ضيفة المعرض السنة دي الشرفية هي دولة النرويج، وكمان بحضور سفيرة النرويج، كان مؤتمر خاص جدا عقد في دار الأوبرا المصرية في واحدة من قاعاتها، وكاميرا حديث القاهرة كانت هناك. نشوف ونسمع ونرجع تاني. في كل عام لدينا حرص كبير على أن يكون هناك الكثير من الجديد هذا العام. أولاً مشاركة النرويج، مملكة النرويج ضيف شرف، هو اختيار استثنائي، اختيار لتلاقي الشرق مع الغرب. فلسطين لها جناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة التي تعبر عن الإبداع العربي والإبداع الفلسطيني ومناقشة هذا الأمر. كذلك أسعار الكتب، وزارة الثقافة المصرية بالتأكيد حريصة كل عام أن تقدم الكثير من المبادرات للكتب المخفضة. أسعار كتب تبدأ من جنيه إلى 20 جنيه ستكون موجودة، سواء من هيئة الكتاب وهيئة حصول الثقافة وغيرها من مؤسسات وزارة الثقافة المعنية بالنشر. So this is a great opportunity for us. ونحن سعداء جدا بوجود النرويج كضيف شرف المرة دي، لأن طبعا معرض الكتاب القاهرة كبير جدا، إمكانياته كبيرة جدا، وبالنسبة للنرويج وأدب النرويج يبقى فيه فرصة نعرف بيه الجمهور المصري دي هائلة جدا. أنتوا عندكم 1200 ناشر مشتركين في المعرض، فده بيدي فرصة كبيرة للأدب النرويجي. طبعا دي حاجة فرصة جميلة جدا جدا، وطبعا إن إحنا عارفين إن في كتاب كتير نوارج خدوا النوبل، لكن بقالنا 100 سنة من آخر مرة كاتب نرويجي خد نوبل، فبالتالي زي نجيب محفوظ لما حصل على نوبل اتعرف في العالم كله، أكيد بالنسبة لكتابات يون فوس كمان هتبقى دي فرصة إن العالم كله يتعرف أكتر عن يون فوس وكتاباته. هذا المعرض بالنسبة لنا كناشرين عرب يعتبر عرس المعارض العربية، أيقونة المعارض العربية، فهو الأقدم تاريخيا والأكثر زوارا والأكبر زمنيا، وشيء بيسعد كل ناشر عربي يكون موجود في هذا المعرض، لأن في ظروف اقتصادية بيمر بها العالم والوطن العربي ومنها مصر، نخفف من العباء لأن هناك ارتفاع بمستلزمات إنتاج الكتاب، وأنها كلها تخضع للأسعار العالمية، لأن مستلزمات الإنتاج 90% منها مستورد، فبالتالي أسعار الكتاب هتكون مرتفعة، ولذلك طلبنا منهم أن يكون هناك وكان عندهم مبادرة أنه هيمنحوا خصومات تبدأ من 30% لغاية 50%، وربما البعض أعلن عن 60% و70% و80% هيكون موجودا للخصومات. هذا بالإضافة أن في أسعار خاصة لبعض الكتب بأسعار رمزية مع جنيهات قليلة جدا، ده اللي هيكون موجود. بالتأكيد عندما نتحدث عن المعرض هذا العام، يعني الخبر الأول واللي شايفينه معانا في المؤتمر الصحفي إن إحنا أمام معرض مختلف حتى في عدد الناشرين في عناوين الكتب. لدينا العدد الأكبر من الناشرين والعناوين عن السنوات الماضية.